خد انت، خد انت، خد خد تعطونا بقى. خد فين؟ كفاره ميم. تعرف ده ديمو، تعالى كل. لا سبقتك يا معلم. يا عم تعالى يا عم. خلاص يا عم. بقول لك ايه، هيثم ايه بقى دخلته؟ عملها معاك امبارح ولا ايه؟ عمل ايه؟ ما في حد بيعرف يعمل معانا حاجه يا عم. الراحه علينا يا عم، عارفين يا عم، عارفين. بقول لك يا ميم، كنت عايزك في كلمتين كده. قول يا صاحبي. سماح. مالا سماح؟ طجنت معاك في الكلام ولا حاجه؟ لا ولا طجنت ولا اي حاجه خالص، مفيش حاجه. كل الحكايه بس ان انا يعني شايف ان انت تنجز معاها. انجز في ايه؟ مش لما تظبط نفسيه الاول يا صاحبي؟ في ايه؟ النسوان دماغها طاقه، مش هتبطل ولا هتنجز غير لما انت تنجز معاها. ده بمزاجي يا دياب. بس لو حكمت ورحمت ابويا مليان زول تاني من البيت. هي عملت ايه؟ ما تقول لي. ما عملتش حاجه. لا عملت حاجه يا جدع. هنقعد نعيد يا عم في ايه؟ ما عملتش حاجه. ايه تعترفنا يا جدع؟ مفيش حاجه. ايه عايز اتكلم معاك كلمتين بالراحه. الحكايه وما فيها انها شغاله معايا وانت عارف. وهناك في بشوات نمره واحد، وحتى لما تروح لوحدها بالليل. معلش انا مطمن عليها. مفيش امان يا صاحبي. يا دياب. مفيش حاجه. لو في حاجه رسيني. يوه عيب عليك يا جدع، مفيش حاجه والله. سندوتش جيب لك. انت عم كتر لي الف كله. يا سلام. رومي. ماشي. جرجير. جرجير. صباح الفل. صباح العسل. امك انا بعمل لك سندوتشات. بقى نحلة. ايوه كبير. انا خلي بالك عبال ما اجي. انا قلت البت دي مش هتشتغل، يعني مش هتشتغل. واشوف بقى كلمتها تمشي في ام البيت ده ولا مش هتمشي. هتمشي في ام البيت وابو البيت يا حبيبي. هتمشي. هتمشي على نفسه ياما مش عليا. اوعى تكون فاكرني الصبي بتاعك هتقول له يعمل ايه في الطلعه والجايه. لا يا حبيبي، فوق لنفسك وفوق من اللي بتشربه. انت مالكش حاجه عندي. انت بتعلق عليا صوتك يا بنت. يا لهوي يا واد يا بيبي. عايز تمشي على حل شعرك يا بنت؟ فاكراني بقرون ولا ايه؟ ايوه يا بنت، احنا ما احناش بقرون. معاش ولا كان اللي يقول عليك كده يا حبيبي. انت بتسخنيه ياما وهو بيضربني. بتسخنيه؟ ده باين انه مخه اتلحس. كبرت يا بنت وبتعلي صوتك عليا. اي ايدي. بقى اي ايدي. طب يا اختي. هيا مصر، خلصت ولا لسه؟ انا لازم اسلم الحاجات دي الليل. شغاله اهو. بس بقول لك ايه، دي اخر مره اشتغل في السكه الشمال دي. ليه بقى ان شاء الله؟ ما اللي فات كله عدى ولا اي حاجه حصلت. هتقفلها في وشنا ليه بقى؟ ربنا حليم ستار، ما بتفتحش من اول مره. واديكي قلتي اللي فات كله عدى، يبقى ما نطمعش بقى. مين فينا الطماع؟ يعني انت مش عايز فلوس تاني؟ نفسي افهم سبب واحد الخوف. الكلام ده لو كنا بنحط البضاعه المضروبه هنا في المحل، لكن احنا لا بنحطها هنا ولا انت حتى عارف انا بسربها فين. ولا عايز اعرف، خلينا انا بعيد. ماشي يا عم البعيد، اخلص بقى عشان انا مستعجله. اديني شغاله اهو، بس فلوسهم تحضر بكره. لو المقدس جه بجرد وما لقاش لا ذهب ولا فلوس هيزنوا لي في كلامه وهيقرب كل حاجه. ماشي بس اخلص عشان انا مستعجله ولازم اودي الحاجات الليله. شغاله اهو. والمقدس سيبه عليا. يوسف قبل اي حاجه كل سنه وانت طيب. ودي بمناسبه ايه بقى؟ زي النهارده من سنه كان اول يوم اتقابلنا، فاكر؟ يوسف انا عارفه ان انت متضايق مني عشان بكلمك كتير وبجيلك وكده، بس انت بتتهرب مني. والله العظيم حاولت اعيش بعيد عنك بس ما عرفتش. فشلت في كل حاجه حاولت اعملها من غيرك، بس والله العظيم ما قدرت. انت صعبت عليا كل حاجه من غيرك. بس لما عرفت ان انا حامل منك اتاكدت ان خلاص نصيبنا لازم نكون مع بعض. حامل من مين؟ منك انت طبعا. هيكون من مين يعني؟ اسمعي يا شاطره، لو عايزه قرشين لزوم عمليه تستر بيهم نفسك ماشي، لو عايزه دكتور ابن حلال بيداري على الولايه ادلك على برج اطباء، انما تيجي تشيليني الليله لا ما ياكلش. ايه اللي انت بتقوله ده؟ زي ما سمعتي كده، مش عشان يوسف طيب وظريف ولطيف وصدره حنين يبقى شيله. انا ما بحسبش على مشاريب ما شربتهاش، فاهمة؟ لا، أنا رأيي تقعد النهاردة في البيت تتفرج على الإعادة. دي مهمة جدا، أهم من الماتش. أوه جمهوره دافدة. خلي بقى الأهلي ينفعلك. طيب، لما أشوف. ماشي ماشي يا اسطى. في ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ الواد هيروح مين؟
جيت كشفت له، الدكتور كتب لي ورقه قد كده، بحسبه يا بنتي هيجيبها لي من عندكم، قال لي هاتيها له من بره، وانا ما معيش فلوس وجوزي في الشغل ومش عارفه اعمل ايه. فين روشته؟ هتصرفها لي من عندكم؟ مالكيش دعوه، بس هاتي روشته. وما معيش الا هم دهم، ورحمه ابويا ما معايا غيرهم. خليهم معاكي، فطري بيهم الوقت، ان شاء الله هيخف وهيبقى كويس وهيقوم لك بالسلامه. الهي طعمك ما يحرمك. خليكي هنا استنيني، ما تتحركيش هرجع لك. يحفظك قادر يا كريم، يحفظك لشبابك يا بنتي يا رب. بسم الله ما شاء الله، الفول زي الزبده. وادي يا نحل. عايزه ايه يا ست زوز؟ ما تشهل ايدك شويه يا واد، الناس زمانهم جايين. ابوس ايدك كفايه تقطيع بصل والمصحف، انا احول من كتر البصل. الله على جمالك يا نحله وانت احول. الله 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 يا سونا، الله اللمه حلوه يا وليه. ربنا ما يقطع لنا عاده ابدا يا زوزه يا اختي. ان شاء الله يا رب، بس ما نقصناش في القعده دي غير صلاح اخويا. ودي يا نحله. انا يا ست زوز. ما تروح تنده لصلاح اخويا وتستعجل. حالا حالا يا ست زوز. حالا انت رايح فين؟ فين اقعد؟ يا عمتي مصحف صلاح مات من زمان. مات يا سيدي؟ مات امتى يا ولد؟ اتفاجئ ليه يا ميمي؟ مزعل زوز ليه يا اخي؟ في ايه؟ انت مش شايفها؟ دي النهارده شاديه في معبودة الجماهير. حق الواد ده هزاره بايخ قوي، ولسانه طول عمره كده متبري منه والله. معلش هقول لك يا ميمي، هروح اجيب سجاير، عايز حاجه؟ هات لي فوار فروتي بتاع الحمود. طيب وعندها صلاح بالمره برضه. ها؟ ماشي. عندها لك صلاح اهو. يا سماح، مش تودي امك دكتور ولا هتسيبها في حاله التوهان دي؟ ونعمه يا اخويا قلت لها 100 مره، هي اللي ما هياش راضي. ولا انت مش فاضيه لها والشغل واخد كل وقتك؟ وايش دخل الشغل دلوقتي يا ديل؟ ولا انت يا اخويا عايز تفتح الموضوع وخلاص؟ بص يا سماح، انا بعمل زي اختي شماء بالظبط، واللي ما رضاوش على اختي ما رضاوش عليكي. بقول لك ايه يا ديب؟ لو كان يا اخويا الرايق هو اللي بعتك، روح وقول له سماح بتقول لك. اسمعي بقى وكفايه تطجين في الكلام، بلاش دماغك الناشفه دي، انا اللي جاي لك من نفسي. يا ريت الشغل ده ما تروحوش تاني، انا شايل عنك هناك لبط كتير، وانا مش هقفلك على طول. اهدي يا بنت الناس. ولو بطلناها يا ديب تفتكر الرايق هيحل؟ لا عمره هيحل ولا هيعبر اللي جابه. ما انت برضه ما بطلتيش، لا هيحن ولا هيعبر. في ايه يا سماح؟ من واحنا عيال صغيره في الحاره هنا، واحنا عارفين ان ميمي كاتبك على اسمه. ما تهدي وصلي على النبي. اقول لك على حاجه، اللي بتعمليه ده هيطفشه منك. ليه باب ناقص يا اخويا؟ وانا كمان في دماغي حاجات يا ايه اللي في دماغك يا بنت على الصبح؟ دماغك ما تروحش لبعيد يا روح امي. صباح الخير يا مو. صباح الخير. هو في ايه؟ هو كلكم دماغكم طاقه ولا ايه؟ اختي بكلمها في حاجه في الشغل، مالك؟ ماشي يا زيب وصباحك فل. وحشتيني يا بنت. انت كمان. طب اقول لك ايه؟ طبق الفول بتاعي زيت الحار يبقى كتير. ها؟ حار. يلا. طبعا يا خالتي عنك. ابو يوسف. تسلم يا حبيبتي، ربنا يعدلها لك يا جيجي يا رب يا بنت امان. يا رب من بقك يا باب السما. صباح الفل يا جيجي. صباح الفل يا يوسف، ازيك؟ الحمد لله. استنى انا عايزاها. المسقعه وصلت. عايزاكم بقى تدوقوا المسقعه صنعت ايديا وتقولوا رايكم ايه. تسلم ايديكي يا ديحه، ده لو على ريحتها بس تبقى تجنن ولا ايه يا زوزه؟ ما المنطقه كلها عارفه ابو يوسف، المسقعه بتاعتك بينج بينج. بتاعت البينج وصلت اهي، هي تحفه. اكيد بتتكلموا على مسقعه خالتي ديحه دي زي السكر. الله يكبر بخاطرك يا رب يا شيماء، ويرزقك بابن الحلال. بت يا شاحن روحي البيت هاتي اللي قلت لك عليه. يلا يلا يا امال، يلا يا اختي نروح نجيب الطعميه. يلا قومي. يلا. ازيك يا ياسين؟ ازيك يا عم ياسين؟ اخبارك ايه؟ ازيك يا عامل ايه يا حبيبي؟ كيف اخبارك؟ انا جايبالك شويه دهب بقى ان انا ايه؟ لوز. لا ملوش لزوم الاستعجال، السوق رايح قوي اليومين دول، لا في بيع ولا شراء. وليه وقف الحال ده بقى الله؟ انا بقول لك نوقف خالص، بقول لك نريح حبه بس، وبعدين خلي الواد اللي عندك يتك على الختم شويه، البضاعه الاخرانيه كلها كان شكلها شمال. ماشي، هما يعني اصلا الاجانب بيفهموا الحاجات دي؟ اه يا اختي بيفهموا احسن مني ومنك، وعينيهم بقت مفتحه قد كده، والبضاعه المعفنه بتاعتك اللي انت بتجيبيها لي دي بقت بتخليني ادور على الزبين العبيط. ماشي بس ما تقولش معفنه. خلاص انا هقول للواد يتك شويه على الدمغ. بس انا بقول لك ايه النبي، عايزين نرفع الفاتوره شويه كده لحسن الذهب في الطبق. دهب ايه يا جيجي؟ ده احنا دافنينه سوا، هو ده ذهب؟ يا بنت قطعيها عادي. مش كفايه؟ ازيك يا دكتوره؟ دكتوره ايه بس؟ مش قوي كده، بس حلوه منك. واجدع من 100 دكتوره كمان، ده انت ملاك الرحمه يا شيماء. ونعمه من كتر العيا والعيانين اللي بشوفهم في المستشفى، حقتهم يسموها ملاك الزحمه. ربنا يشفي العيانين. يا رب. انت عارفه شيماء وانا في الجيش زمان رجلي اتكسرت. رحت اجبسها، جبست لي رجلي بقى ممرضه ايه؟ خواجايه، شعر اصفر وعينين خضراء، جو تاني ما غير الحاجات اللي بنشوفها هنا دي، بنت فله. وراحت فين دي؟ اكيد اتجوزت واد بعينين خضراء وشعر اصفر، واد فله، مش بيقول لك البت فله؟ اهدى على نفسك. ما تهدى انت شويه على البت بقى، وتنوي على الخير. عايزين نفرح بيكم. ربنا يسهل بقى.
هيسهل ان شاء الله. بس انت انوي، البت بتحبك. قلت لك حاجه يا بت؟ والنعمه لا، بس انا ليا عينين وبشوف بيها، وانت عارف انها بتحبك عشان كده بتدوس عليها.